السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد من لعبة محاكاة الفضاء. طبعا يا شباب، في الحلقة السابقة جربنا كثير من النظريات وطبقنا العديد والعديد من الفرضيات، وأي شيء كان يخطر ببالي أسويه بالكرة الأرضية كنت أسويه، بالمجموعة الشمسية كنت أسويه. كنا نشوف شنو ممكن يصير لو اصطدم القمر بالأرض، وأطلقنا نيازك على كوكب الأرض، أطلقنا راحت من الفضاء على كوكب الأرض كائنات فضائية غريبة، يعني العديد والعديد من الأشياء اللي طبقناها مع الشيء. فبهاي الحلقة راح يكون عندنا نظريات أغرب وفرضيات أغرب، وراح نطبقها بهذا الفيديو، ومن بينها راح نحل مشكلة روسيا وأوكرانيا أيضا يعني. بس طبعا يا شباب، حتى ما يكون العنوان أو الصورة مصغرة مزيفة، فهاي لعبة أوكي. فاللي يحب يشاهد الفيديو يكمل مشاهدته حتى بآخر الفيديو، وما يقول لي أنت كذبت علي أو أي شيء ثاني. أوكي يا شباب، رجعنا مقطع جديد من السلسلة، وعفكم من المقدمة المملة وكل الأشياء اللي حكيناها، النظريات والفرضية طبعا راح نطبقها، بس مو بالمقدمة المملة مثل ما شفتوا من تحت الهدوء. فعفنا من هاي السوالف وخلينا نبلش باللعب على طول. فأول شيء راح نسويه يا شباب إنه راح نحل مشكلة أوكرانيا وروسيا. معقول في دولتين بالعالم يتحاربن وأنا ضل ساكت؟ يعني ما يصير. يصير يا شباب، ما يصير، أكيد ما يصير. فأول شيء راح نبدأ، راح نحل المشكلة بيناتهم على طول، وبعدين نكمل بنظرياتنا فرضياتنا الغريبة. خلوكم معنا للنهاية يا شباب، لا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناة. بس خلينا نشوف وين موجودين روسيا وأوكرانيا، حل لهم المشكلة. هاي روسيا وهاي أوكرانيا، أتوقع حسب توقعاتي. خلينا نشوف شنو عندنا. مركبة فضائية؟ لا لا لا، هم متجمدين أصلا. هذا مشان يعرفون إني جيت، مشان مرة ثانية ما تبدأ أي حرب دون ما يأخذون إذني يعني. أوكي، أكل خرم ومهم. راح نضربهم صواريخ. صواريخ يا شباب عشان مرة ثانية يأخذون إذني. فإحنا راح نضرب بيناتهم، أتوقع إنه هاي الحدود بيناتهم حسب توقعاتي بصراحة يعني. فبيجي تكون انتهت الحرب، ما في لا مجاعات ولا حروب ولا انتهت المشكلة، وخلينا نحل مشكلة الشرق الأوسط أيضا يعني. ما يصير، انتهت انتهت. شفتوا كيف الموضوع بسيط جدا، تافه تافه يا شباب. يعني هم لو ماخذين بس اثنين كان حليت الموضوع بدون اي حروب ومجاعات وناس. المهم يعني ما في داعي كل هالضجه، خلاص انتهى الموضوع. يعني روسيا الان ما تقدر تعبر للاسف ولا. اوكي، كل خرا وكمل الحلقه. مو يا شباب، هاي اول فرضيه طبقناها، دمرنا اوكرانيا، دمرنا ام روسيا، وانتهت الحرب بيناتهم. وخلي نروح للنظريه الثانيه. فشنو النظريه الثانيه؟ راح نطلع من قاعد يحكي بالفصحى باول الفيديو. بلا فصحى بلا، اسف يا شباب، خلاص اخر مره تقول الاشتراك تكفون. شنو هاي السالفه؟ اوكي، المجموعه الشمسيه يا شباب. اللي راح نسويه بالمجموعه الشمسيه انه راح نخربط ام الدنيا. عندنا ثقب اسود، عندنا شعاع مشع احمر، وعندنا شعاع تجميد. بصراحه يعني التجميد ما اعرف ليش حاطينه. فاول شيء راح نسويه انه راح نكبر الشمس ونشوف شنو ممكن يصير. رجعنا للفصحى، اسف، نشوف شنو ممكن يصير. ماذا لو تضخمت الشمس؟ خلينا نشوف شنو يصير لو تضخمت الشمس. طبعا هذا الفيديو ما راح يكون جدا طويل، وراح نطبق النظريات والفرضيات على السريع، واتمنى انكم تستمتعون بالفيديو. يعني لايك وقت الخار، اسف على الالفاظ البذيئه، بس ما اقدر احل. راح نحط ثقب اسود، خلينا نشوف شنو يصير اذا حطينا ثقب اسود. سحب الشمس، شوف شوف شوف، خلينا نلحق الشمس، نلحق الشمس يا جماعه. اتوقع ان كوكب الارض راح سحبه على طول. راحت الشمس، راحت الشمس. لا لا لا، تكفى تكفى تكفى، طول بالك طول بالك من الحلال، طول بالك. خلينا نكبر الشمس، بس ليش ما تكبر؟ الو الشمس، ليش ما تكبر الشمس؟ سوبر نوفا.
طبعا والله اتوقع، لا ما انا انت ما تقول الكواكب، اصلا لانه حيوان. شفت تقريبا نصف قطر الشمس نصف كتلتها، يعني امور علميه لا نفقه بها شيئا، ما لنا بها بصراحه. نكمل لعبتنا يا شباب. حاليا بصراحه انا اشوف انه هنا الوضع ممل جدا، فخلينا نرجع للكواكب. حط ميني ميني ما ادري. اوكي يا شباب، رجعنا بعد ما اخترت الكوكب هذا، اتوقع انه الكوكب اكس او هيك شيء، ما ادري اسمه بصراحه وما يهمني اسمه، المهم انه نستمتع يا شباب. المهم انه نستمتع، المهم عزيزي المشاهد، المهم انك انت تستمتع. انا هدفي يا شباب مو اني العب الالعاب ولا اختمها، انا هدفي انك تستمتع بالفيديو. لا تستمتع ولا تستمتع، لا تستمتع لا ماذا تستمتع، لا تستمتع لا ماذا تستمتع، اسف. فاللي عجبني بهذا الكوكب بصراحه يا شباب انه هذا الكوكب عنده درع، فراح نطبق عليه نظريات ونشوف هل درعه يقدر يتحمل ولا ما يقدر يتحمل. فراح ابلش باضعف شيء عندنا وهي السفينه الفضائيه. طبعا اللي حاضر الفيديو السابق يعرف اي سفينه انا قاعد اختار هسه، هاي اضعف شيء عندنا. السلام عليكم، تعال الفيديو، شوف 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 الدرع كيف راح ينهار، الدرع والكوكب كل شيء راح ينهار. شوف عشان تشوفون الصورة واضحة. وات؟ لا دا يمزح، دا يمزح معي أكيد. أنتم متخيلين اللي صار؟ هاي السفينة يا شباب هي أقوى سفينة موجودة عندنا على الإطلاق، هاي تفجر الكوكب. هاي السفينة ما أثرت بي بالدرع، بس راح نسرع نحط له سفينتين ثلاثة أربعة. شوفوا اللي راح يصير، أتمنى ما يخجلني، أتمنى والله ما انفجر. ليش؟ طيب طيب شو مسوي لك يعني؟ طيب شنو غايتك معايا؟ يعني ضروري تخجلنا قدام المتابعين يا رجل. إلي نهارين العب بيك تتفجر قدام المتابعين وتتفجر. شفتوا حتى اللعبة ما تبين اصور فيديو، حتى اللعبة، بس والله رغم هالشي يعني مستمرة بتنزيل الفيديوهات وما راح اوقف ابدا. خلينا نشوف، راح نرسل كوم 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 سفن فضائية. سرع مرة يا شباب، شكله خالص. السلام عليكم، انتهى الفيديو. السلام عليكم، لا امزح. فواحدة من الفرضيات يا شباب اللي بدي احكي لكم اياها هسه، يعني تحياتي للكوكب صغير جيمز بدمر الكواكب. فواحدة من الفرضيات اللي بدي احكيها هسه انه لو، ماذا لو يعني انه اي شخص هسه يشترك بالقناة انطي 10 دولارات من جوال جوال، اشترك بالقناة لك 10 فيديو، 10 دولارات اسف، 10 فيديوهات شنو؟ اسكت يا معود. فراح نعطيه، اي شخص يشترك بالقناة راح نعطيه 10 دولارات. فكم ممكن يصل عدد المشتركين؟ 250,000 ولا 500,000 ولا 750,000 ولا مليون؟ عندك 3 ثواني جاوب. 1 2 3 خلصنا 3 ثواني. الجواب صفر مشترك. ليش صفر مشترك؟ لانه ما عندي مشاهدات، فما في مشتركين. امزح يا شباب، والله اني مفلس مجنط يعني ما عندي ولا ورقه، والله لو عندي تبشرون اعطيكم 10 دولارات اعطيكم 100 دولار يا اخي، اوزع لكم سيارات يا اخي، بس ما في يا شباب يعني لا حول ولا قوه. اوكي كفر مو مهم. فراح نجرب اخر 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 كوكب راح نجرب عليه، خلينا نشوف كوكب وبعدين راح انهي الفيديو بصراحه، لانه ما اريد اطول الفيديو عليكم اعزائي المتابعين. يعني انا قاعد اشرح عن اللعبه، ما شاء الله سويت فرضية واحدة وما تبقى ما ولا فرضية أصلا، كله أحكي لكم، ما أمل من الحكي يعني ما أمل. هذا الكوكب عجبني بصراحة. خلي ما أقول نقدر نجمده، تتوقعون؟ بس المشكلة إذا جمدناه ما نستفاد شيء. خلي نضرب هذا، هذا شنو؟ أوه ماي جاد والله حلو، فتشي 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 خرافة. تحياتنا لحبايبنا بالعراق بلد الثاني. بلشت العنصرية، امزح يعني احب العراق والله، بس احب الوطن العربي كله. تكفى لا تبلش، خلينا نضرب هذا. والله اللعبة حلوة يا شيخ، والله اللعبة ممتعة يا اخي. انت بس نزل، انت بس نزلها وظل تستمر تشاهد فيديوهاتي، مو تنزلها وتنساني.
اوكي يا شباب، خلينا ندمر الكوكب، خلينا نشوف ندمر الكوكب، نضربه بصاروخ نووي، صاروخين كفي. لا كافي 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 بعد. راجع راجع روسيا هسه والله لمحيها من الخريطة. روسيا روسيا كل يوم تغزي على دولة. طيب طبعا يا شباب، حاب اقول وجهة نظري بالموضوع، انا مو مع اي طرف بصراحة، انا مع الانسانية فقط. وبصراحة انا اشوف انه موقفي انا انه سويت حد بيناتهم، هذا هو الموقف الصحيح، القرار الصحيح اللي يجب ان يتخذوه، يعني يضربون صواريخ نووية بالنص عشان لا هذا يعبر ولا اكل خار. صواريخ نووية تدمر الدمر البشرية. فخلي وين كوكب الارض صار؟ وين؟ تعال يا حبيبي، هذا كوكب الارض، هذا كوكب الارض، تعال. انتو كل يوم تسوي لي مشكلة. ارتحتوا هيك؟ رسلت لهم شباب، قلت لكم الوضع عندي، لا تخافون، لا روسيا تحتل اوكرانيا ولا الشعب الاوكراني ينزح، يعني ما يصير اني موجود. عيب ايش كثر اسولف. سلام عليكم. ما ظل لا روسيا ولا اوكرانيا، راح ماتت كل البشرية. شوف اوكي يا شباب، وهذا كان فيديونا لليوم. طبعا بس خليني هني عشان اسولف معكم كلمتين. هذا كان فيديونا لليوم يا شباب، لا تنسون الاشتراك بالقناة، حبايب قلبي احبكم، لا تنسون الاشتراك. واذا بس يصير عندي 10 دولارات اعطيكم 10 دولارات، قلت لكم اوزعكم سيارات، نسوي اشياء مجنونة. بس لا بس ادعمونا، ما عاد اعرف اسولف بصراحة، صار بي 10 دولارات قمت اتعتع. وهذا كان فيديونا لليوم، اتمنى استمتعتوا بالفيديو، والسلام عليكم.